خير؟ وش فيك؟ خوفتني. لا لا ما في شيء، بس ذاك الرجال مساكين شكل عنده صرع، ورحت أشوف وش فيه. حنون وإنساني. توك ما شفتي شيء؟ بصراحة يا مي أنا جبتك الكافي هنا عشان موضوع صغير. مي أنا معجب فيك من زمان، وحابة أتزوجك وأفكك من نواف وغثاه، وخليك تعيشين حياة ما عمرك عشتيها، وخليك حرة وطليقة ومستقلة. ها وش قلتي؟ بصراحة أنا مبسوطة أني لقيت الشخص اللي يفهمني ويخليني على راحتي. مثل الرجال ياخذ راحته ويطلع ويروح ويجي، البنت لها حقها تطلع وتروح وتجي على كيفها. بس بسألك سؤال، عندك علاقات قبل ولا قد تعرفت على بنات؟ أنا؟ ما عمري كلمت بنت ولا حبيت إلا أنتي. بنات مي انخطبت. تستهبلين، شوف سنابها وريني. اوف اي والله غريبه، ما علمتنا. تراني عنها مسويه يعني اني خايفه ننضلها هي وراسها. سلامتها. وراء وما قالنا هالجحود، صح عليك وراء وما قالنا. هدوا هدوا يا عيال لا تشدونها، انا عارف ياسر أكيد الموضوع جاء سريع سريع عشان كذا ما علمنا. صح عليك يا عامر، ياسر ما يخبى علينا شيء. حبيبي الكلام ده غير صحيح، لو فعلا ياسر يعدنا أصحابه وأخوانه أول ناس ندري إنه بيتزوج، ولا المفروض استشيرنا بيتزوج مين. استشيرك أنت؟ أنت أبوه؟ لا. أخوه؟ لا. عمه؟ لا. خالة؟ لا. أخته؟ لا. أجل ضف وجهك. صح عليك يا عامر، ضف وجهك. القم بيبي، عادي أروح الاستراحة اليوم؟ عادي يا قلبي، سوي اللي تبينه، أنت تامرين أمر. ما تدري قديش يا عمري البنات ميتين ويعرفون من خطبني. طيب يا مي أنا أبي أعرف شيء واحد، ليش ما قلتي لهم للحين؟ في كم واحدة من البنات حسودة وما أبي أقول لهم لين نتزوج، وأنت بعد قول بنت عمي بنت خالي، خل نسوي لهم سبرايز. خلاص أبشري، تامرين أمر يا قلبي. بنت خالتي. مبروك يا السور، والله سويتها. طيب ليه لك عريس؟ منك المال ومننا العيال. زي ما زينت ما شاء الله. كيف تشوف تجربتك في الزواج؟ فاشلة ولا ناجحة؟ ما بعد عرست يا درج، زواجي الأسبوع الجاي، بس المعذرة منكم يا شباب، ترى الزواج راح يكون عائلي. وأحلى احتفالية الأحلى مي بالدنيا بمناسبة خطوبتها، فرحت لك من كل قلبي. يا أمي كيوت. ألف مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك يا قلبي، مرة مبسوطة لك. ألف مبروك. الله يبارك فيكم بنات، عقبالكم. الله مبروك 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 يا قلبي. يا ليلة الإزعاج، البنات من يوم ما جو جنبنا بالاستراحة والوضع قروشة وإزعاج. يا ابويا خليهم، سيبهم ينبسطوا ويستمتعوا، لين تلاقي مية قمورة قاعدة ترقص وسطهم. خلينا يا عيال السطوح نكحين. عيب عليك يا أخي، استحلى وجهك، تبي أحد يطلطل على محارمك؟ لا يا شيخ، نسينا مكلينا، نسينا الأير دروب، نسينا يوم تتنصت على الجدران، نسينا يوم ترجم الكورة عندهم. هذا أول. لا يا شيخ ما علي، الحين واحد منكم يقول لهم يقصرون الصوت ولا ترى بفلم بهم. أنا مستعد والآن كمان. لا لا أنا بروح. هذا ياسر، أي موضوع يخص البنات يتصدر للموضوع. الواد ده حسودي. بنات صورينا كلنا. هلا قلبي، كيفك؟ بس إذا ما عليك أمر بس تقصرين على صوت الأغاني شوي بس. معلش بيبي ما أقدر، البنات محتفين عشان خطوبتي. لبك قلبك خلص، يلا باي.
سويت؟ كلمت مي قلت لها قصروا على صوت الاغاني ازعجتونا، قالت بس هالاغنيه بيوقفون كل شيء. عشو ابوك البجاحه. ايوه طف الاغاني. خلاص الحين بقول للبنات يقصرون الصوت. اقول طف الاغاني، فاهمه؟ خلاص يا قلق. ياهو ياهو وحش يا عامر، بالله كلمتني منهم؟ مي نفسها، بس الهيبه تفرق. يا حليله مي، تعرف تسمع لمين وتدي ركبه لمين. ايوه